مر الشافعي في رحلة العلم على رجل فقال في نفسه: بعلم الفراسة هذا رجل بخيل. وضع لي طعام الإفطار وعلف الداب وسقاها. قال الشافعي: شوف شوف له. قال: تعس علم الفراسة. قلت: أنا نويت على الرحيل. أنا نويت؟ قال: بإذن الله. خلاص أنت تعشيت وأفطرت عشاء بكذا والفطار بكذا، هذا جمعهم يساوي كذا. قلت: يحيى علم الفراسة. كلكم منت من فترة من صاحبة قناة مغتربة تتحدى الملل. هي بنت اسمها مريم، وهي بنت على ما اعتقد يعني ان هي مغربية. هي عايزاني ان انا احللها، وعايزة تشوف هل تحليل الفراسة ده صح ولا لا. انا كنت قلت قبل كده الاسئلة اللي انا دايما بعملها الجوائز بتاعتها كالآتي: تحليل شخصية ببلاش 50% على الكورسات، تحليل توافق جواز ببلاش، او لو حد عنده قناة وعايز ان هو احلله شخصيته في فيديو هنا على اليوتيوب برضه هعمل له الكلام ده فري. بس انا بصراحة لما حد بيطلب مني خدمة يعني او اي حاجة انا بتكسف بصراحة اقول له لا. فالنهاردة ان شاء الله هنحلل شخصية مريم او صاحبة قناة مغتربة تتحدى الملل. وهنتكلم برضو النهاردة على سماتين مهمين، ان السماتين دول تحديدا انا لما بتكلم عنهم بلاقي الكومنتات العكس تماما. في ناس موافقة جدا على ده وفي ناس رفضة جدا لده. واحنا قلنا قبل كده ان اي سمة في الدنيا او ملمح موجود في الوش ليه صفة ايجابية وليه صفة سلبية بناء على الشخصية اللي احنا بنحللها. لو انت اول مرة تتفرج عليا، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة. علم الفراسة باختصار شديد هو ان انت بتحلل شخصية البني ادم عن طريق ملامح الوجه. الوجه باختصار شديد هو مليان عضلات. بناء على الرياكشن اللي انت بتاخده من فرح، حزن، تركيز، شك، كذب، ايا كان، عضلات الوجه بتتحرك وبتبتدي تتكون ملامح البني ادم. وطبعا صفات البني ادم بتتغير كل فترة بناء على التجارب والخبرات اللي بيمر بيها، فعلشان كده بتلاقي شكلك بيتغير دايما. وقلتها قبل كده كتير، شوف مثلا اتنين اصدقاء جدا هتلاقي وشهم مشابه لبعض قبل ما يبقوا اصدقاء بالمنظر ده، شكلهم كان مختلف. الفكرة ان صفاتهم بقت قريبة جدا من بعض بسبب الصداقة الجامدة اللي بينهم، فلما صفاتهم قربت من بعض شكلهم بقي قريب جدا من بعض. دي قصة باختصار شديد. شوف اي حد قبل الجواز وبعد الجواز هتلاقي فيه ملامح كتيرة جدا اتغيرت في وشه. بص على شخص قبل مشكلة وبعد مشكلة هتلاقي شكله اتغير. واحد زي محمد رمضان مثلا، في بداية تمثيله كان ده شكله، بعد ما ربنا كرمه واتشهر وبقي غني بقي ده شكله. اكيد يعني الفرق بين الصورتين دول مش ان هو ابتدى يستحمى، وده اللي انا بقدر اطلعه من تحليل الشخصية. فلو مهتم تعرف شخصية صاحبة قناة مغتربة تتحدى الملل، ومهتم تعرف السمة الايجابية والعكسية في الوجه المثلث ولون العين، كمل معايا الفيديو ده لغاية الاخر. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينة، متنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا. طيب اول حاجة هتكلم عليها بسرعة جدا هو الوجه المثلث. الوجه المثلث باختصار شديد هو شخص احلامه بعيدة جدا وعايز يوصل لها بسرعة. فبالتالي الصفة الايجابية عند الشخص ده ان هو بيعرف يستغل الظروف، بيعرف يستغل الناس عشان يوصل لاحلامه بسرعة. لكن الصفة السلبية عند النوع ده من الناس ان هو ممكن في بعض الحالات ما يحسش بالوجع اللي ممكن يتأثر بيه شخص من الأشخاص علشان هو يوصل لطموحه. بناء على تحليل الشخصية أنا بقدر أعرف هو إنهي واحد في دولة. فمثلا هتلاقي في خناقات كتير على اليوتيوب بين يوتيوبرز وبعض بيشتموا في بعض. لاحظ كده كويس، لو لقيت إن في شخص بيغلط في شخص تاني يوتيوبر والشخص اللي بيتغلط فيه ده الوجه بتاعه اللي هو الوجه المثلث، زي مثلا وجه زي كده، هتلاقي هنا الشخص ذو الوجه المثلث اللي هو الوصولي بيبتدي يفكر. طبعا هو عايز يرد على الشخص ده، بس هو من وجهة نظره لانه وصولي ان انا لو رديت عليه فانا كده بكبر له قناته وبجيب له مشاهدين وهكذا. فبالتالي دايما هتلاقي في المواقف دي، ودور على اليوتيوب هتلاقي كتير من ده، هتلاقيه دايما بيستخدم حد اكنه عصايا هو اللي يجيب له بيها حقه. والشخص اللي هيوافق ان هو يكون العصاية اللي بيضرب بيها الشخص اللي هو هاجم المثلث ده هيبقى حاجة من اتنين: يا اما شخص ساذج وطيب، فبالتالي هو من وجهة نظره ان انا بعمل كده حبا في الشخص ده، لان خلي بالك الوجه المثلث عنده قدرة على التلون رهيبة، فانت لو هتتعامل معاه هتلاقي نفسك بتحبه وهتقول عليه شخص طيب جدا جدا جدا. يا اما بيكون في سمات الغدر. فندخل هنا بقى على سمات الغدر. العيون ليها الوان كتيرة جدا، لكن البيزك او الاساسيات هو اللون الغامق زي الاسود والبني وهكذا، واللون الفاتح
او الباهت تحديدا، الاخضر الازرق العسلي، الحاجات دي كلها. انا كنت قلت في فيديو قبل كده هتلاقيه في الاي اللي فوق دي، كنت بتكلم فيه عن الشخص الغدار، فقلت الشخص الغدار اللي هو عيونه باهته. في الفيديو ده كانت بتجيلي كومنتات كتيره جدا عكس بعض. شخص يقول لي كلامك صح جدا، انا فعلا اتغدر بيا من شخص كانت عينيه بالمنظر ده، وفي اشخاص تانية كانت طبعا بتهاجم لان دي خلقة ربنا. فاول الفيديو انا قلت ان البني ادم بيتخلق بشكل معين وهو لسه طفل صغير. هتلاقي مثلا معظم الاطفال الصغيرة شكل الوش بتاعها اللي هو مشابه لشكل الدنجوان، واحنا قلنا قبل كده ان الشخصية الاساسية في الدنجوان ان هو بيبقى عامل زي الاطفال، والاطفال معظمهم لما بيحب حاجة بيشبط فيها، بيزعق منها، بيرميها. لكن الفكرة ان الشخص لما بيبتدي يوعى، يعني يبقى واعي باللي حواليه، هنا الضمير عنده بيبتدي يشتغل، وعلشان كده ربنا هيبتدي يحاسبه بناء على ده. هنا الشخص هو اللي بيختار لنفسه الشخصية بتاعته او الصفات بتاعته، وعشان كده شكل الوجه هنا بيبتدي يتغير والملامح. ايوه بس لون العين ما بيتغيرش، صح كده؟ ايوه فعلا لون العين ما بيتغيرش. عشان كده تحليل العين البهتة بلادة في المشاعر. ففي معظم الحالات العين مثلا الزرقاء او الخضراء مثلا، الشخص ده بيصنف شخص كسول. طيب دي حاجة سلبية، بس في نفس الوقت الميزة بتاعتها ان الشخص الكسول لما بتيجي بتديله مهمة معينة في العمل مثلا، بيعرف يأديها بشكل سريع جدا بسبب الكسل اللي عنده، فبيشغل ذكاؤه علشان يخلص المهمة دي بسرعة، فبالتالي الشخص ده يصنف شخص ذكي. فهي زي ما فيها عيب هي فيها ميزة. نرجع بقى حتة الغدر، احنا اتفقنا ان هو بيكون عنده بلادة في المشاعر. دور على اي حد يوتيوبر، خلينا نتكلم في الصفة الايجابية، عشان كلمة غدار دي ممكن تكون تقيلة شوية، بس هي للأسف ملهاش مصطلح تاني. هتلاقي مثلا النوعية دي من الناس ممكن في اول الفيديو تلاقيه واخدك في حتة وروح موديك حتة تاني. يعني مثلا ممكن تلاقيه في اول الفيديو بيمدح في حد، فيخليك ان انت تبتدي تتفرج لغاية ربع الفيديو او تمن الفيديو، فجأة تلاقيه بيعكس القصة تماما. ممكن تلاقي العنوان بتاعه مكتوب بطريقة، تدخل جوه الفيديو تلاقي طريقة مختلفة. طيب الغدر ده يعتبر حميد ولا سيء؟ لا، غدر حميد عادي. الشخص بيشتغل على اليوتيوب مثلا عايز مشاهدات، فبيستخدم التركاية دي علشان يجيب ده، لكن هي ما ينفعش اقول عليها غير غدر. انت عايز تقول عليها ايه؟ عايز تقول عليها مراوغه؟ ما فرقتش كتير. لكن مش معنى كلمه غدار فهي بالمعنى اللي هو انا ممكن اجي اضربه من ظهره، لا 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 مش شرط. لكن في معظم الاحيان العصاية اللي انا اتكلمت عليها بيكون الشخص ده من النوعيه دي. دي جزئيه بس كده حبيت اوضحها على الماشي. ندخل بقى على تحليل الشخصيه بتاعنا، وفي سؤال انا هساله في الفيديو، اللي هيجاوب عليه هيكسب جايزه من الجوائز اللي احنا دايما بنتكلم عنها. طيب دي صورة مريم او صاحبة قناة مغتربة تتحدى الملل. احنا دلوقتي هنحلل شخصيتها، بس بصوا بصراحة انا لما اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها انا ما فهمتش بصراحة اللغة بتاعتها. انا على ما اعتقد ان هي لغة مغربية، لان هي فيها لكنة فرنساوي شوية، فانا اعتقد يعني على علمي ان اللكنة دي بتكون موجودة عند الجزائريين والتونسيين تقريبا وشعب المغرب. فما اعرفش، انت قولولي في الكومنتات هل فعلا الشخصية دي مغربية ولا لا. فانا ما اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها بصراحة، هي بتتكلم باللغة العامية بتاعتهم، فانا ما كنتش عارف افهم الكلام. انا حتى كلمتها وسألتها انت القناة بتاعتك بتدور عن ايه، فهي قالت لي فلوجات وحاجات تانية كده. يعني انا شفت العنوان ده فحسيت ان هي ممكن ان هي تتكلم على حاجات غلط مثلا هي شايفاها، او هي او حاجة زي كده، وهي عايشة في دولة الامارات او الكويت تقريبا. فانا رحت داخل على فيديوهين عندها وجبت صورتين. بصوا احنا في القناة هنا بنهتم جدا بان احنا نتعلم علم الفراسة، وازاي ان احنا نعرف نحلل الناس عشان محدش يضحك علينا. فاحنا هنعتبر مجازا الصورة اللي هي اللي على اليمين دي صورة ليها قديمة، وهنعتبر ان الصورة اللي على الشمال دي هي صورة جديدة ليها، وخلينا نحلل ونشوف الفرق ونحاول نستنتج بناء على الفرق ده ايه اللي حصل. فلو هنفترض مثلا ان الصورة القديمة دي اللي بنحلل فيها، اول حاجة هنتكلم عليها الحواجب. الحواجب هنا طبعا معدية العين، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عنده تواصل مستمر، بيتواصل مع قرايبه ومع اهله وهكذا، والتواصل هنا موجود في الناحيتين، في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال، فبالتالي حتى تواصل في العمل. طيب هنفترض ان الصورة دي هي كانت في بداية مثلا شغلها على اليوتيوب. في الصورة التانية هتلاقي الحواجب بقت اقصر شوية من الجزئية دي، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول بناء على شغله في اليوتيوب، وشغل اليوتيوب بيبقى متعب الصراحة وبياخد وقت كتير، فبالتالي التواصل بتاعها ابتدى يقل مع الناس. انتوا فاهمين التربيطة احنا بنعملها ازاي؟ طيب خلينا ندخل بقى على تحليل الشخصية ونسيبنا من الجزئية دي، بس انا حبيت اوريكو التربيطات بتتعمل ازاي والواحد ينفع يستنتج ازاي. طيب سؤال حلقة النهاردة، الوجه ده
يصنف وجه بيضاوي ولا وجه دائري؟ اكتب لي في الكومنتات وانا هحلل الوجهين، لان لو مريم حبت ترد عليا في فيديو مثلا بان التحليل ده صح او خطأ، فهي هتقول هنا انهي تحليل منهم ادق، لان هي اكيد ما تعرفش يعني ايه وجه مدور ولا وجه بيضاوي اصلا. طيب الوجه المدور ايه الصفات بتاعته؟ الشخص ده بيكون تجاري جدا، بيكون عاطفي جدا، بيكون مسيطر على حبيبه بسبب العاطفة الرهيبة اللي عنده. هو دايما بيحب يسيطر على الناس كنوع من العاطفة، يعني اللي هو مثلا لو انت زعلان او عندك مشكلة، الوجه الدائري بيحاول يسيطر عليك كنوع من العاطفة علشان ينتشلك من المشكلة اللي انت فيها. مش مسيطر بمعنى الادارة لا، وطبعا الوجه ده بيكون اجتماعي جدا. لكن لو هنحللها الوجه البيضاوي، فبالتالي الشخص اللي هو وجهه بيضاوي ده بيكون شخص منفتح، بيكون شخص مرن، بيقدر كمان يتكيف مع الظروف، يعني يتحط في اي مكان في اي مشاكل بيعرف يتكيف مع الظروف. من ضمن برضو المواصفات اللي في الوجه البيضاوي ان هو دايما بيكون شخص مثالي، هو بيعرف يتعامل مع الناس بمثالية، عشان كده دايما نوعية الوجوه دي بتلاقي اصحابها لباقين جدا، عندهم لباقة عالية. في نفس الوقت الوجه ده بيكون طموح جدا، وفي نفس الوقت برضو بيكون متأني مش متسرع. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لما بنيجي نحلل شخص من اطار الوجه، التحليل ده بيطلع بنسبة من 40% ل60% صح. عشان كده احنا هنبتدي ندخل دلوقتي على السمات. لو جيت بصيت على الصورة القديمة هتلاقي العين هنا واسعة جدا، والعين الاطار اللي من فوق دائري واللي تحت تقريبا دائري، فبالتالي الشخص ده عنده الصراحة عالية جدا. طيب العين الواسعة احنا بنقول على الشخص ده ان هو ينفع يكون صريح لدرجة الوقاحة، بس لو جيت بصيت على الفم هنا هتلاقي العرض بتاعه صغير، فبالتالي الشخص ده لبق، احنا اصلا قلناها من اطار الوجه، فبالتالي الشخص ده صريح لكن مش وقح، لا خالص الشخص ده لبق جدا ولكن ما يصنفش حذر. طيب لو جيت بصيت بعد كده بقى، طبعا شغل اليوتيوب برضو، فبالتالي الوضع بقى مختلف شوية، فهنا هتلاقي العين من تحت بقت مستقيمة ومن فوق فيها اللي هو الشكل الدوران. ده معناه ايه؟ معناه ان الشخص بيحاول يهتم بمصلحته لكن مش عارف. اي بني ادم في الدنيا شغال في شغل طبيعي عايز ينجح في الشغل، يعني عارف ساعات مثلا تجي لنا تعليقات انت مهتم جدا بالمشاهدات، طيب يعني انت حويط يعني كده؟ ما هو اكيد انا بهتم بالمشاهدات، وما انا يعني شغال في اليوتيوب وعمال اعمل فيديوهات وبنام لي 3-4 ساعات في اليوم عشان اعمل فيديو لله وللوطن، ما اكيد انا عايز اجيب اي بني ادم في الدنيا شغال اي شغلانه عايز ينجح فيها. بس هي الفكره ان في واحد عايز يجيب مشاهدات بدون ما يعلم الناس او يضحك على الناس او ينصب على الناس، وفي واحد عايز يجيب ده ورابطها بالنية ان هو عايز يعلم الناس، عايز يفيد الناس وهكذا. هي دي الفرق بين واحد كويس واحد مش كويس. لكن مفيش بني ادم شغال على اليوتيوب مش عايز يجيب مشاهدات، فبالتالي الشخصية دي انا ينفع ان انا اقول بتحاول تهتم بمصلحتها، يعني هتلاقيها مثلا بتعدل في الصور اللي هي على اليوتيوب بحيث انها تعمل صور تجذب الناس ان هي تدخل، بتحاول تغير في المحتوى علشان تقدم محتوى يتناسب مع الناس، لكن هي ما تصنفش الشخص المصلحجي. طيب بالنسبة للأنف، لو جينا اتكلمنا على الأنف هنا هتلاقي ان الأنف دي اللي هي الطويلة شو لا كده المنظر بقى بايخ، هتلاقي الأنف دي اللي هي الطويلة، فبالتالي الشخص ده عنده طموح، ودي برضو احنا جبناها من إطار الوجه. لو جيت برضو بصيت على العين، يعني انا في الصورة دي شايف ان هنا العين صفة متزنة كوسع العين، المسافة بين العينين ولا واسعة قوي ولا ضيقة قوي، فهي في بعض الحالات متسامحة وفي بعض الحالات عندها التركيز عالي، لو حد عمل معها مشكلة تاخد لبالها من ده. طيب في الصورة القديمة يعني انا متهيئ لي كده التسامح هنا كان اكتر، المسافة اللي بين العين هنا تعتبر اكبر. احنا المسافة بنقيسها ازاي؟ بتاخد عين من نفس الحجم اللي قدامك ده وتشوف هل هتتحط في النص، هتخبط في العينين التانيين ولا لا. لو ينفع ان انت تحط العين دي في النص اذا الشخص ده متسامح. الشخص المتسامح مهما زعلته مجرد ما انت بتصالحه بيصالحك عادي جدا، بس يعني اكيد مش هتغلط فيه غلط رهيب يعني، وتلاقي ده برضو العملية منطقية، لكن هو بيكون شخص متسامح جدا. انما في الوضع الجديد لا، التسامح بقى مختلف شوية، يعني بقى منطقي، وطبعا ده اكيد بسبب التعليقات اللي بتيجي على اليوتيوب، لان كل القنوات بتعاني من التعليقات السلبية ومعاها التعليقات الايجابية. طيب النقطة التانية اللي عندها الجبهة هنا هتلاقيها اللي هي ضيقة من فوق وبعد كده واسعة من تحت، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه ممكن ان هو يمل بسرعة، ما بيحبش التغيير
بالمعنى يعني هي ممكن تكون بتعمل محتويين على القناة، لكن فكرة التغيير اللي هو بتاع الجبهة المربعة اللي هو ممكن يكون شغال على اليوتيوب فجأة يروح يشتغل حاجة تاني، لا هي ما تعملش الحكاية دي. وانا اعتقد كده والله اعلم، ودانها هنا من ورا هتلاقيها مستقيمة، اللي هو الشخص اللي عنده حتة حب الريادة او حب التمييز. طيب من ضمن الصفات برضو اللي عندها وجربوها، دي حاجة سهلة يعني، اي جبهة هتلاقيها بيضاوية كده الشخص ده الحاجات بتاعته بتكون عزيزة عليه جدا، يعني بيهتم جدا بالاشياء بتاعته، يعني بنسبة عالية الموبايل بتاعها ممكن يكون موبايل قديم مش حديث. طيب لو هي محتاجة ان هي تجيب موبايل جديد، خصوصا ان مثلا في الصورة دي هي كانت بتصور نفسها في العربية، فممكن هنا تختار موبايل حديث على اساس الصورة تكون افضل. الموبايل القديم مش هترميه او مش هتبيعه، هتحتفظ بيه، مش هتبيعه الا في حالة واحدة بس، لو معهاش فلوس ومضطرة انها تبيعه علشان الفرق، فرق الفلوس يعني عشان تشتري الموبايل الجديد، وهتكون حزينة جدا على ده. بالنسبة بقى للحواجب، الحواجب هنا تعتبر ايه يعني، مدورة، واخده شكل دوران خفيف، فهي الصفة هنا تعتبر متزنة. الحاجب اللي هو بيكون شكل قوس او مدور مدور، شخص ينفع ان انا اقول عليه اونطجي، ينفع ان انا اقول عليه بيعرف يلف ويدور بالكلام، بيشوف الناس بتتعامل مع بعض ازاي وبيستخدم ده عشان يعرف يتعامل معاهم. لكن الحاجب ده نسبة الدوران بتاعته خفيفة، فهي عندها حتة ان هي ينفع اقول عليها بس شخص اجتماعي بيعرف يتعامل مع الناس. لكن الصفة السلبية بتاعت الدوران لا طبعا ما ينفعش اقول ده. وزي ما اتفقنا برضو اي صفة في الدنيا حتى الحاجب المدور ليه الايجابي بتاعه وليه السلبي. طيب انا بناء على ايه مش راضي اطلع فيها سلبيات ولا اي حاجة؟ لو بصيت على هاجب على الحاجب هنا هتلاقيه مدبب، اللي هو ده ايه الحاجب المدبب ده، الشخص ده بيكون عنده اخلاص في المشاعر، دي النقطة الاولانية. النقطة التانية العين الغامقة اللي هي السودة، دي العين السودة اللي هي بتلمع، الشخص ده بيكون عنده جاذبية، يعني البنت او الراجل لما تشوفه عنده العين دي لا ارادي كده تحس ان انت مجذوب للشخص ده، يعني عايز تتكلم معاه، عايز تتعرف عليه. طبعا بناء على الشخصيه بتاعته انت هتقرر ان انت هتكمل مع الشخص ده ولا لا، لكن انا بتكلم ان دي ميزه من مميزات العين السوداء. طيب ليه؟ لان الشخص اللي بتكون عينه غامقه جدا للدرجه دي، الشخص ده بتكون العواطف عنده جياشه جدا. يعني انا متاكد ان مريم هتلاقي مثلا عندها الصباع ده هتلاقيه وصل للعقلة اللي هي الفوقانية دي، معرفش بقى هي لو ردت علينا في فيديو ولا حاجة زي كده هتقول لنا. يعني انا مثلا بص صباعي وصل لغاية فين، الصباع اللي بيكون وصل لغاية العقلة دي الشخص ده بيكون عواطفه جياشة، يعني لما بيحب بيحب جدا، لما بيزعل بيزعل جدا. المفروض يعني ان العين لما بتكون سودة بالمنظر ده بنسبة 90% الصباع الكبير ده بيكون بالمنظر ده. العين هنا في الصورة دي هتلاقي الجفن هنا بتاع العين باين، الشخص اللي بيكون الجفن بتاعه مستخبي تحت العين الشخص ده انا بقول عليه تحليلي جدا، يعني عينه تحليليه جدا. انا هتلاقي الجفن بتاعي ظاهر، انا على فكره شخص غير تحليلي، انا لولا علم الفراسه مش هعرف ان انا اتعامل مع الناس، وقلت لكم قبل كده انا قبل ما اتعلم علم الفراسه انا كان بيتنصب عليا كتير جدا. فهي عينيها مش تحليليه، فهي ممكن تكون يعني خدت على دماغها شويه كده من التعاملات مع الناس بسبب حته عدم التحليل والظن الخير بالناس يعني. لكن هي ما يعتبرش بتتصاحب على اي حد، او ما ينفعش اقول مثلا ان اصحابها كتير جدا، لان هي شخصيه انتقائيه اكتر. لو بصيت هتلاقي الحاجب هنا مرفوع، فبالتالي الشخص ده انتقائي، يعني ما يصاحبش اي حد، ما يتعرفش على اي حد. ممكن تكون اصحابها 2-3 بالكتير قوي، وهم دول اللي ممكن ان هي تقول اسرارها معاهم او الحاجات دي. انا اعتقد كمان ان هي ممكن يكون ليها صاحبة واحدة بس هي اللي ممكن تكون بتقول معاها اسرارها او بتتكلم معاها يعني براحة نفسية يعني. طيب ايه تاني؟ نمسك اخر حاجة بقى الشفايف. طيب الشفة التحتانية لما تكون كبيرة بالمنظر دي معناها ايه؟ ده معناها ان الشخص ده كريم جدا، كريم وقت، كريم مجهود، كريم فلوس. اما بالنسبة للشفايف الفوقانية فبرضه هي حجمها كبير، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه بيعرف يتكلم كويس جدا، عنده القدرة على الاطناب، اللي هو لما يجي يشرح لك موقف يجيبه من جميع النواحي، يقعد يسرد في القصة ويحكي من بيتكلم كتير، والكلام الكتير بتاعه بيعجب الناس. ده طبعا بالنسبة للوجه البيضاوي، لان في اشخاص ممكن تلاقي الشفايف دي بتاعتها كبيرة، فبالتالي هو بيتكلم كتير وبيقطعك كتير في الكلام، لكن ممكن يكون الكلام بتاعه ما بيعجبكش. لكن في الوجه البيضاوي او الوجه المدور لا، النوعيه دي من الناس بتتكلم كتير والكلام بتاعها بيعجبك. طبعا انا مش بتكلم على المحتوى، لا قناه يوتيوب وبتاع، لا انا بتكلم على شخص انت بتتعامل معاه وبس. يعني ما ايه تاني؟ الدقن مثلا، ماشي، الدقن مدوره طبعا، فبالتالي الشخص ده بيتقبل الاراء. نرجع هنا لحته بيتقبل الاراء دي،
انا خلاص كده مش محتاج حاجة تاني في الصورة دي. الشخص اللي بتكون دقنه مدورة ده شخص بيتقبل الاراء. يعني ايه بيتقبل الاراء؟ يعني لو حد عرض عليه فكرة، لو حد قال له انت غلطان في حاجة معينة، هي برضو بتتقبل النقد. الكلام ده كله بيقبله، ولكن لازم تكون لبق وانت بتتكلم مع شخص. يعني قلناها قبل كده ان انا دلوقتي قدامي واحد مثلا حاطط خلفيه وراء نبيتي مثلا اللي هي بناتي، وهو راجل مثلا بيتكلم في اليوتيوب مثلا، ولابس تيشيرت مثلا فوشيا، ولابس بنطلون ازرق. لو انا فرضا ان انا يعني عايز انتقد البنطلون الازرق ده، لو انا جيت قلت له مثلا ايه يا عم البنطلون المعفن اللي انت لابسه، اكيد يعني ما يعني حتى لو بيتقبل الاراءها مش هيقول لي حاضر يا هادي انا هغير البنطلون، لا، يعني العمليه تكون منطقيه. لكن هي طريقه النقد ليها شكل معين حتى في علم النفس. لازم لما اجي انتقد حد انتقده بطريقه، هي في علم النفس بيسموها ساندوتش. ايه هي الطريقه دي؟ ان انا بقول كلمه جميله في الاول، وبعد كده بحط النقد بتاعي، وبعد كده بحط حاجه كويسه بعد كده. يعني مثلا القميص الفوشيا اللي انت لابسه ولا البامبي ده شكله حلو، بس البنطلون الازرق ده مثلا لو كان احمر مثلا اي حاجه كان هيبقى افضل شويه، بس انت برضو لبسك وطريقتك في الكلام لا كلك على بعضك حلو. هنا طبيعي اي حد في الدنيا هيتقبل النقد ده. وجرب الطريقه دي مع اي حد انت عايز تنتقده وعنده سلبيات مش عاجبك عايز تغيرها، جرب معاه الطريقه دي هتلاقيه يتقبلها بسهوله. الفرق بقى بين الشخص اللي بيتقبل النقد والشخص المجادل اللي هو مثلا دقنه من تحت ممكن تكون مستقيمه او مثلثه، الاشخاص دي بتتجادل على الفاضي والمليان. يعني حتى لو شايف ان كلامك صح هتلاقيه دايما بيبدأ كلمته بلا، حتى لو بيؤيد كلامك. دي الفكرة في حتة التقبل بتاعة الاراء. وبس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ويعني على قد ما اقدر حاولت ان انا اقول معلومات كتيرة، ومريم بقى ان شاء الله تعمل فيديو هتقول فيه ايه اللي انا قلته في التحليل صح وايه اللي انا قلته في التحليل غلط. انا طبعا بحلل صور، انا حتى معرفش الصورتين اللي انا كنت بتعامل فيهم اللي هي دي ودي، معرفش هل فعلا الصورتين دي ولا دي صورة قديمة ولا دي صورة جديدة، بس انا قلت ان انا هفترض معاكو ان دي صورة قديمة وصورة جديدة علشان تعرف بس التربيطة. حاجب كان طويل بقصير، فلو الصورة دي قديمة زي ما اتفقنا وقلنا في اول فيديو مش عايز الوك كتير. بس لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش ان انت تعمل لايك، وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان توصل لي لك فيديوهاتي اول باول، واي حد عايز تحلله هتلاقيه موجود في القناة. بس سلام.